Hello everybody, how are you? أهلا وسهلا فيكم بقناتي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اللي حابب يقتني الفيديوهات في يتواصل معي عبر الواتس الموجود بصندوق الوصف. معكم أنا دعاء ديبو. Let's go. Unit 23 Part 1 Listen and Read. الدرس الثالث والعشرون. اللوحة الأولى. Are you ready؟ تسأل هنا المعلمة. Are you ready؟ هل أنتم جاهزون؟ وكما ترون هنا لدينا مسرحية والجميع يرتدي زيا أو لباسا غير لباسه الحقيقي. Are you ready؟ تقول المعلمة. هل أنتم جاهزون؟ اللوحة الثانية. I've got a green dress and a green hat. ماذا تقول هنا زميلتنا؟ تقول I've got a green dress and a green hat. أرتدي أو أنا لدي فستان أخضر وقبعة خضراء. اللوحة الثالثة. I've got a blue hat and a blue jacket. أنا لدي قبعة زرقاء وجاكيت أزرق. أما اللوحة الأخيرة. I've got a red nose and orange hair. لدي أنف أحمر وشعر برتقالي. Part 2 Ask and Answer. وهنا عليك أن تسأل وتجيب. السؤال. Who's got fair hair؟ من لديه شعر أشقر؟ انظروا إلى الأشكال هنا. Look at the pictures. انظروا إلى الصور. Who's got fair hair؟ من لديه شعر أشقر؟ منى هاز. أحسنتم. وأنا هنا سوف أسألكم. Who's got brown eyes؟ Who's got brown eyes؟ ياسمين أو جاسمين. Yes أحسنتم. Jasmine or Yasmin has. أحسنتم. Part 3 play. It's got four legs. It's got a tail. It says meow. What is it? Meow, meow. لديه أربعة أرجل. لديه ذيل. يقول ميو. ما هو؟ It's a cat. إنها قطة. أحسنتم. Part 4 listen, read and match. وهنا لدينا الأحرف X, Y, Z. ولدينا الكلمات من اليسار إلى اليمين. box yellow zero. box yellow zero. معاني الدرس الثالث والعشرون. لدينا الجدول على اليسار. ready جاهز. are you ready؟ وهو سؤال. هل أنت جاهز؟ I've got وهي اختصار لكلمة have got. لدي dress فستان. green dress فستان أخضر. hat قبعة. blue hat قبعة زرقاء. jacket jacket. red nose أنف أحمر. orange hair شعر برتقالي. أما الجدول على اليمين. who من وهي من أدوات الاستفهام. fair أشقر. fair hair شعر أشقر. tail ذيل. say يقول. box صندوق. zero صفر. أفعال الملك. has have واللتان تعنيان يملك. has يملك. have أيضا يملك. تأتي has مع he she it أو مفرد. تأتي have مع I, you, we, they جمع. نختصر have بالحرفين V-E ونختصر has بالحرف S. Example مثال. I've got two tomatoes. انظروا هنا لدينا الفاعل I استخدمت معه have got. I've got two tomatoes ولكنني كتبتها بالمختصر. المثال الثاني. He's got a ball. He's got a ball. أو he has got a ball. سؤال الدرس الثالث والعشرون. Ask and answer. السؤال الأول. Are you ready? Yes, we are. السؤال الثاني. Who's got the brown eyes? Yes, men. مرحبا بكم في كتاب النشاط 23. Part 1 Match and Color. علينا أن نقوم بالوصل ومن ثم التلوين بالألوان الموجودة في الجمل. الجملة الأولى. I've got a green dress. I've got green dress. لدي فستان أخضر. الجملة الثانية. I've got a yellow hat. أحسنتم. لدي قبعة صفراء. الجملة الثالثة. I've got blue hair. الجملة الأخيرة. I've got a red nose. Part 2 write. هنا عليكم أن تقوموا بكتابة الكلمات لكن مقطعة إلى أحرف حسب الأشكال الموجودة. وأنا هنا سوف أقرأ من اليسار إلى اليمين. jacket nose hair hat dress.
بارت 3 read and draw. هنا عليك أن تقوم بالقراءة ومن ثم الرسم. الجملة الأولى: Mona has got fair hair. Mona has got fair hair. منى لديها شعر أشقر. عليك أن تقوم برسم شعر أشقر لمنى. الجملة الثانية: She has got brown eyes. أحسنتم. الجملة الثالثة: She has got green hat. أحسنتم. Part 4 write. الجزء الرابع اكتب. ولدينا سؤال يجب أن نجيب عليه، أو مجموعة من الأسئلة علينا أن نجيب عليها. السؤال الأول: Who's got a balloon؟ والمقصود هنا Who has got a balloon. Who has got a balloon؟ من يملك بالونا أو من لديه بالون؟ الجواب: جيل has. السؤال الثاني: Who's got a flower؟ أو Who has got a flower؟ هنا لدينا اختصار ل has got. Has got يملك. يملك. Who's got a flower؟ من لديه زهرة؟ Who's got a flower؟ جيل أو بيل؟ أحسنتم، جيل has. السؤال الثالث: Who's got a ball? Who's got a ball? جيل أو بيل؟ السؤال الرابع: Who's got an apple? Who's got an apple? جيل أو بيل؟ Part 5 read and write. كما هنا في الجزء الخامس اقرأ واكتب. It's got four legs. لديه أربعة أرجل. It's got a tail. ولديه ذيل. It says نيانيا. ويقول نيانيا. What is it? ما هو؟ It's a. انظر إلى الشكل. What is it? Part 6 stress and copy. كما ترون هنا وهو كما هو معتاد، تتبع بقلم الرصاص ومن ثم النسخ. الأحرف لدينا بالصغير والكبير X, Y, Z، والكلمات هي a box, a boy, a zero.